الله أكبر، بلدة المليحة الغوطة الشرقية، أثار الدمار، أسر القصف بالطيران الحربي والغارات الجوية على بلدة المليحة بالصواريخ العنقودية والفراغية 26/1/2013. نهاية حارة السرار بمنطقة البلاط، بداية منطقة الإصباحية، أكثر من 4 غارات في هذه المنطقة، لا نستطيع الوصول إلى جميع الغارات تصويرها بسبب القناصين المتواجدين على محيط الإدارة الدفاع الجوي.